مساء الخير. من يتابع ما يجري في خان شيخون على قناة العربية يحس للوهلة الأولى أن المعارك تجري على تخوم طهران، ومع أن المعركة ما زالت على أطراف المدينة، إلا أن قناة العربية ومرصد لندن الذي يديره رامي عبد الرحمن وذباب إلكتروني من العراق ولبنان واليمن مصممون على أن ميليشيا أسد وروسيا دخلوا خان شيخون التي إن سقطت تكون اتفاقات أستانا التي اقتربت من تنفيذ أغلب بنودها على جثث وحطام السوريين، السوريين الذين قتل أو قتل منهم منذ بدء الحملة على جنوب إدلب 843 مدنيا، من بينهم 223 طفلا على يد روسيا وميليشيا أسد. اليوم تتسارع الأحداث جنوب إدلب بخلاف هذه البروباغاندا الإعلامية، فميليشيا روسيا وأسد تتبع تقليد ما عرف بسياسة السجادة، أي تحويل كل ما هو قائم فوق الأرض إلى سجادة مسطحة. وفي هذا السياق يقول بوتين إن قواته مستمرة حتى النهاية، وإذا ما سألت عن الأتراك فإنهم فعلوا ما عليهم وأرسلوا تعزيزات عبارة عن رتل عسكري استهدفته طائرات النظام موجهة إهانة لكل اتفاقات روسيا وتركيا. وكان واضحا أن هذه الضربة لا تريد تدمير الرتل، وإنما تريد النيل من هيبة الأتراك أو التعليم عليهم كما يقال، والقول لهم إن عليكم أن تعودوا، ويبدو أنكم صدقتم الاتفاقات أكثر مما يجب، خاصة أن الجميع يعرف أنه لا يمكن أن تتحرك طائرة في سوريا اليوم من دون التنسيق مع حميميم. الآن هذا الرتل ما زال يراوح مكانه على الطريق بين المعرة وخان شيخون، لا هو يستطيع التقدم ولا هو لديه أوامر بالتراجع، إلا أنه يراقب السماء التي تمطر المنطقة بشتى أنواع القذائف والبراميل. حاله في ذلك حال نقاط المراقبة التركية الأخرى التي يقول وزير الخارجية التركي إنها لن تتزحزح من مكانها، وأن تركيا عازمة على إنشاء نقطتي مراقبة جديدتين. وهنا نسأل السيد جاويش أوغلو، وما فائدة هذه النقاط بعد وصول النظام إليها؟ وماذا ينفع وجودها؟ هل ستراقب ميليشيا أسد وهي تسرق المدن التي تخليتم عنها وتركتموها لمصيرها وهي بضمانتكم؟ ما الذي ستفعله هذه النقاط أكثر من كونها شاهد عيان على ما يجري من قتل وتنكيل بالسوريين الذين يساقون إلى الذبح كالقطيع وكل منهم ينتظر دوره؟ فهل التصعيد الحاصل بين الأتراك والروس ينفي وجود صفقة أو تفاهم حول إدلب؟ هل سيتوقف الروس عند خان شيخون؟ وما مصير الاتفاق مع الأتراك؟ إلى متى سيصدق الأتراك الأكاذيب الروسية ونكوثهم المتكرر بكل اتفاقاتهم والتزاماتهم؟ ما الذي يقصده وزير الخارجية التركي عندما يحذر بشار الأسد من اللعب بالنار؟ ولماذا بشار الأسد فقط؟ أوليس الروس هم من يشغلوه؟ متى سينفذ الأتراك تحذيراتهم؟ هل عندما يستهدفهم بشار في أنقرة أو إسطنبول؟ ولماذا يحمل جاويش أوغلو مسؤولية ما يجري للأنظمة العربية؟ ألا يؤثر ما يجري في إدلب على وزن تركيا السياسي الذي يتضح في مثل هذه الأحداث؟ لماذا سابقت نفسها قناة العربية وهي تعلن خبر اقتحام خان شيخون؟ وما مصلحة قناة العربية من إلغاء المهنية والتطبيل لنظام أسد الذي لم يوفر يوما الإساءة لقادة السعودية ودول الخليج، عدا عن مساندته لإيران في عدوانها المتكرر على دول الخليج؟ هل فعلا ما وقعت وتقع به قناة العربية من أخطاء مهنية لا ترتكبها وسائل إعلام تابعة لأحزاب صغيرة هي مجرد أخطاء، أم أن حكم الأقليات في مفاصل قناة العربية جعل منها منبرا للحلف الإيراني ضد الخليج، ولكن للأسف ممول خليجيا؟ ويبقى أن المهنية الإعلامية هي الضحية الأولى التي اغتالتها قناة العربية غالبا بكل صفاقة. أهلا بكم إلى تفاصيل.
هذه المقاطع الجوية هي آخر المشاهد الواردة من خان شيخون جنوب إدلب. لا أثر لقوات احتلال الروسي أو ميليشيا أسد ولا تأكيدات عن انسحاب للفصائل المقاتلة. إحكامي الجيش السوري قبضته عليها. مدينة خان شيخون تدخلها قوات النظام السوري للمرة الأولى. ولأن الحرب تبدو هنا نفسية تنفرد قناتا العالم والعربية بإسقاط خان شيخون. أما العالم الإيراني فلأن خان شيخون انضمت لشبكة الطرق المؤدية للقدس. في حين انفراد قناة العربية بإسقاط خان شيخون فربما لكونها مقرا للحرس الثوري الإيراني، على أن عجلة قناة العربية على إسقاط خان شيخون تخطت قناة العالم الإيرانية وجاء على مرحلتين متناقضتين، الأولى قبل 48 ساعة بتقرير يؤكد دخول ميليشيات أسد وإيران، والثانية بعد يومين من الخبر الأول بتقرير يتحدث عن انسحاب الفصائل من معقلها في خان شيخون. على أي حال فالمفاجآت لا تقتصر على هذا، وليس ببعيد عن خان شيخون يتعرض رتل للجيش التركي لقصف من طائرات ميليشيا أسد على جسر معرة النعمان جنوب إدلب. ضرب الرتل على الدبابات. القصف اعتبر رسالة روسية واضحة وإهانة لتركيا، وذهبت التحليلات سريعا إلى اقتراب مواجهة عسكرية بين أنقرة وموسكو. فجاءت صور الرتل لاحقا من منطقة معر حطاط جنوب معرة النعمان وهو يقوم بعمليات التخييم بعد أن كانت الوجهة المفترضة إلى خان شيخون ومورك. وبالحديث عن مورك فتوجد نقطة تركية إلى الجنوب منها، ولا يبدو أن حالها بأفضل من رتل معر حطاط. لكن في هذا السياق يقول وزير الخارجية التركي إن الجيش التركي لن يغادر مورك وإنه سيقوم بإنشاء نقطتين جديدتين، نقاط يتساءل ناشطون عن وظيفتها بعد أن تحولت وفق تعبيرهم لشاهد صامت على تقدم ميليشيات أسد وإيران وقوات الاحتلال الروسي خلال الأشهر الثلاثة الماضية في منطقة تسبب القصف عليها بمقتل نحو 1300 مدني وتهجير قرابة 900 ألف شخص خلال 10 أيام فقط. لكن ومع غموض ملف الشمال ثمة من يقول إن تركيا تعرضت لخديعة روسية وصدقت نفسها بمسألة اتفاق أستانا الذي شارف على الموت رسميا في حال سقوط خان شيخون. أضف لهذا قصف الرتل التركي الذي جاء بإيعاز الروسي، خصوصا بعدما جاء من اعترافات على لسان قائد الطائرة المسقطة قبل أيام في إدلب. قوات الروسية بتعطي تعليمات للقوات الجوية تدمير الأهداف أمام قوات سهير حسن، وبنفس الوقت بتقود العمليات البرية لسهير حسن. الهيمنة والقبضة الروسية هذه يبدو أنها لن تتوقف على قصف رتل أو نقطة تركية، فتصريحات ضابط الروسي قبل أشهر تذهب إلى أبعد من هذا وتحديدا إلى الباب على الحدود التركية. أرحب بضيوفي عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الرياض بالمحلل العسكري والاستراتيجي سيادة العميد أسعد الزعبي، بضيفي عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد كامل، ومن اسطنبول أيضا أرحب بالدكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي، على أن ينضم إلينا لاحقا السيد فيتسلاف ماتوزوف من موسكو. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إلى تفاصيل أبدأ مع سيادة العميد أسعد الزعبي من الرياض. سيادة العميد، هل التصعيد الحاصل اليوم بالتصريحات وتضاربها بين روسيا و تركيا يلغي أو يدحض ما يتم الحديث عنه من صفقة أو تفاهم حول إدلب؟ وهل أصلا في هذه الأثناء هناك خلاف روسي تركي على ما يحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة الضيوف الكرام الغاليين. دعني بداية أتحدث عن الحدث عسكريا، لأنه حقيقة هو حدث غاية في الأهمية. سبق وأن تحدثنا قبل أيام أن الوقائع التي تجري على الأرض تقول عكس ما جرى يعني أمس واليوم، ولكن إذا ماذا بدل الحال؟ فدعني أبدأ حقيقة حديثي بأقول تنحني كل القامات والهامات وترفع القبعات والاحترامات لكل من حمل سلاح وقاتل في ريفي حلب أدلب وحماة خلال هذه الفترة والفترات السابقة، لأنهم حقيقة أثبتوا يعني صمودهم وبطولتهم. وأعتقد يعني كل الموازين العسكرية وكل الخبراء العسكري يعطوا النصر لهؤلاء وليس يعني لهؤلاء الطغاة الذين الأوغاد الذين يعني استخدموا ما استخدموه من أسلحة
ومعدات وتكتيكات. أيضا يجب أن نرفع قبعاتنا للشعب الصامد خلف هؤلاء والذين يعني خرجوا من الجنوب والغرب والشرق باتجاه الشمال. وهؤلاء ليسوا فقط الذين رفضوا بشار، بشار رفض عندما خط أطفال درعا الخط الأول على مدارسهم، إنما هؤلاء رفضوا بوتين وقيادة موسكو بكاملها بقضها وقضيدها. ولذلك هذا الجنون الروسي، هذا الجنون البوتيني عليهم يعني لا غرابة، لأنهم تحدوه وتحدوا روسيا وما زالوا يتحدوه. هذا ما نود الحدث فيه. يكفي أن نقول أيضا تصنيف أو تقييم للوضع العسكري أن روسيا خلال هذه الفترة بدلت كل القوات وبدلت كل الأسلحة وبدلت كل التكتيكات وبدلت حتى يعني مبادئ العلم العسكري، استخدمت مبادئ لم تعرفها العقيدة الروسية، وأنا أعلم تماما بكل مبادئ روسية، ورغم ذلك فشلت فاستعانت بالإرهاب الكبير إيران وبميليشيات إيران، ولعلها كانت تحظى بشيء معين وهي تعلم تماما ما كانت النتيجة. بالمناسبة قبل 4 أيام خرج رتل تماما كبير حوالي 6200 عنصر من الحرس الثوري والزينبيون والفاطميون و37 دبابة و84 عربة، يضاف إلى عشرات من راجمات الصواريخ من مطار تيفور باتجاه منطقة جنوب غرب جنوب شرق خان شيخون، والذين كان اتجاه هجوم من منطقة سكيك. إذن روسيا لا تستطيع أن تتخلى عن إيران بسوريا، وهذا ما تحدثنا عليه وقلنا روسيا كاذبة عندما تقول يجب إخراج إيران، هي لا تستطيع، لأن عندما تخرج إيران ستخرج روسيا. طيب. لأن كلاهما إرهابي لا يمكن عمل بدون الآخر. أعود لسؤالك أخي الكريم. تفضل. يعني أعتقد أستاذ أحمد أنني تحدثت مرارا وقبل يعني حتى أن اليوم الأول لما سمي اتفاق المناطق خفض التصعيد، وقلنا يعني من أين أتوا بهذا المقترح أو هذا المصطلح الذي ليس له أي يعني وجودية أو ليس له أو مرجعية في كل وثائق الأمم المتحدة وجنيف وروما. منطقة خفض التصعيد، هل نقول أنه يعني يمكن استخدام 100 طلعة طائرة 99 طلعة يعتبر خفض التصعيد؟ كانت عبارة عن لعبة روسية، وأدركنا ونبهنا الأخوة الأتراك يعني لا تنخدعوا بالدور الروسي ولا تنخدعوا، لا يعني نقول لكم أكثر من ذلك، يعني إذا لم تصدقونا في إنذاراتنا وتحذيراتنا في الغوطة الشرقية والغربية فعليكم أن تقرأوا الواقع على الأرض. يعني الأتراك حاليا مخدوعين، خدعهم الروس، سنفترض ذلك. يعني انا لذلك عندما اقول اذا ان لم تنتبهوا لانذارنا واخطارنا لكم بهذه الخصوص فعليكم ان تقراوا الواقع. ففي الحالتين ان لم تنتبهوا للحذر والانذار ولم تقراوا الواقع فهناك يعني الطامة الكبرى التي يجب ان تفسر اما باتفاق، وهذا للأسف شديد ربما يعني بعد قليل سنناقشه بشكل مفصل، أو ربما هناك عجز وضعف من تركيا. ولكن أقول في النهاية أعتقد أن الإخوة الأتراك قد أخطأوا في قضيتين. القضية الأولى يعني وثوقهم بإيران والتي أعطوها شرعية في سوريا، وهي تعلم أن إيران ما وجدت منذ عام 1979 إلا للقضاء على تركيا والباكستان والسعودية، وهذا يعني اليوم بدأنا نلمسه. فإذا الأتراك إذا الآن لم يشعروا بهذا الخطر الإيراني فتلك طامة كبرى. وكذلك الأمر عندما يثقوا بالروس أيضا ويعطوها شرعية، أقول لكم لا روسيا ولا أمريكا يعني كل منهما الواثق بأي منهما فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار. هذه حقيقة للأسف، يعني للأسف أقول أن الأتراك أخطأوا كثيرا في هذا المجال، واليوم هم يعني يدفعون ثمن أخطائهم حتى لو كانوا يعني قاصدين أو حتى لو كانوا غير قاصدين. وتلك كما ذكرت يعني إن كنتم تعلمون فتلك مصيبة، وإن لم تعلموا فالمصيبة أعظم. فاليوم أنا أعتقد أن تركيا دفعت أوراق، وقبل 10 أيام قلت على محطتكم أن تركيا خسرت أوراق ضغط كانت لصالحها في الجنوب والوسط بريف حمص والغوطتين، ولكنها عندما تخسر إدلب ستخسر تركيا بكاملها. هذه ما زلنا نتحدث بها، واليوم ما زالت الفرصة مواتية كي تستطيع تركيا أن تلملم ما خسرته ليس من أوراق بل من القضية، أن تحافظ على تركيا كما هي. وأنا أحذر للمرة الأخيرة وأدق حقيقة أجراس الخطر. طيب أنتقل إلى في هذه النقطة إلى الدكتور سمير صالح ضيفي من اسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي، ورحب بك من جديد معنا دكتور سمير. إلى متى سيبقى الأتراك يصدقون الأكاذيب والوعود والضمانات الروسية أمام ما يحصل على الأرض؟ نعم مساء الخير للجميع. أولا مساء النور. فعلا يعني موضوع خان شيخون يحمل معه برأيي إعادة تموضع محلي إقليمي ودولي، امتحان واختبار للجميع الآن بداخليا في سوريا مستوى التحالفات والاصطفافات المحلية وعلى مستوى الإقليمي أيضا. هي لافروف لافروف قال أن الأتراك يعلمون كل هذه التحركات والجهود العسكرية التي نقوم بها في تصريحاته. الآن في
في نقطة ثانية أيضا مهمة سأجيب على هذه النقطة أيضا أخ أحمد. نعم. إنه التطورات الميدانية والعسكرية على الأرض في موضوع خان شيخون كشفت عن حقيقة إنه هذا الانتشار الجديد للجيش لدمشق الجيش النظام يحمل معه حقيقة إنه تفاهمات الأستانة التي انتقدناها أكثر من مرة، تفاهمات سوتشي أيضا أكثر من اتفاق، الآن أمام اختبار حقيقي من ذهاب نحو الفشل. يعني كل ما يجري الآن على الأرض ميدانيا خرق لهذه الاتفاقيات وهذه التفاهمات. هذه النقطة برأيي تعني أنقرة مباشرة، وأظن أنه أنقرة التي تبحث مع موسكو ربما في الأيام الأخيرة، ثلاث أيام الأخيرة تحديدا، بعيدا ربما عن الأضواء أيضا، كل هذه المسائل احتمال كبير أنها أخبرت روسيا بأنه ما يجري على الأرض الآن لا يمكن قبوله ولا يمكن بعد الآن الاستمرار به بهذا الشكل. استهداف الأرتال التركية لأكثر من وصلت أنا هذا الاستنتاج في أكثر من مرة في أكثر من مناسبة آخرها أمس، يعني ألا يتحرك الأتراك باتجاه الروس في هذه النقطة؟ نسمع دائما وآخر تصريحات جاويش أوغلو عندما قال أن سيكون الرد أو يحذر بشار الأسد، هل يتحرك بشار الأسد؟ هل تطير طائرة في سماء سوريا دون التنسيق مع قاعات تحميميم العسكرية الروسية يا دكتور سمير؟ في موضوع سياسة تركيا السورية والتنسيق التركي الروسي علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه إلى جانب موضوع سوريا نعم مهم جدا، هناك أيضا مسائل علاقات ثنائية تركيا روسية متعددة الجوانب، نقطة علينا أيضا دائما أن نضعها بعين الاعتبار. نقطة ثانية في غاية الأهمية أنه أنقرة دخلت في عملية ذرع الفرات غصن الزيتون بالتنسيق مع موسكو شئنا أم أبينا، وهذه الإنجازات العسكرية الميدانية على الأرض ينبغي يعني عندما نعقب على الموقف التركي أيضا أن نقول أنه نعم في دار التفاهمات كان في إنجازات على الأرض. أنا أتفق مع أنه ما يجري الآن يتعارض تماما ما فهمت قطة الإنجازات مع الحسابات. إنجازات شو على الأرض؟ يعني إنجازات درع الفرات وغصن الزيتون على الأرض، وما الآن كيف الآن تتقدم الأمور هناك ميدانيا وسياسيا واقتصاديا تجاريا ربما، لكن هذا لا يمنع أن نقول الآن أنه في عملنا امتحان صعب جدا. نعم وزير الخارجية التركي اليوم مولود شاوشاولو قال مسألتين أساسيتين، قال أنه لن يتم سحب أو تغيير مواقع أبراج المراقبة. أنا أتفق مع مقولة أنه هذه أبراج المراقبة ما ستكون دورها وقيمتها. أعتذر. طيب خذ بريك، خذ بريك يا صحة دكتور سمير، بريك اشرب لك كاسة مي وبرجع لك بعد قليل. انتقل إلى ضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد كامل، مرحبا بك معنا أستاذ أحمد. حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها خان شيخون لم تسقط، وهناك تمركز وصعوبة من قبل الفصائل، صعوبة على الأرض وفي السماء من السيطرة الكاملة من قبل النظام وحلفائه. لماذا برأيك وسائل إعلام، وهنا نقصد فيها قلناها صراحة في المقدمة قناة العربية، سابقت نفسها كما يقال لتعلن سقوط خان شيخون؟ عندما نتحدث عن قناة مثل قناة العربية ونحن نتحدث عن المملكة العربية السعودية التي دعمت قضية السوريين، وطبعا نظام الأسد لم يوفر أي مناسبة للتنكيل بدول الخليج والسعودية ويحارب وهو في محور إيران، لماذا قناة مثل العربية تعلن مثل هكذا خبر وهي ليست المناسبة الأولى، يعني ليس الخطأ الأول؟ تحياتي أولا لسيادة العميد أسعد الزعبي وللدكتور سمير. السبب هو نكاية بالطهارة، يعني في كتير مننا في سوريا، حتى في سوريين الآن مبسوطين بما يجري لأنه هذا يقضي على الإرهاب، إرهاب النصرة، وهذا خلل يعني بالتفكير وشطط الإرهاب. نحن لسنا مع الإرهاب أبدا، لسنا مع النصرة ولسنا مع داعش بأي شكل من الأشكال. ثورتنا هي ثورة الحرية، ثورة الحرية يعني ثورة الدولة الديمقراطية الحرة المدنية، نقيض داعش ونقيض جبهة النصرة المطلق المطلق. ولكن هذا ما بيخليني أضيع البوصلة، ما بيخليني أصير مع نظام الإبادة الأسدي، ما بيخليني أصير مع حزب الله ولا بشكل من الأشكال، لأنه حزب الله هو داعش الشيعي. هذا كلام لمين؟ وهو أسوأ من داعش وأسوأ من جبهة النصرة.
أنا أخاطب كل وسائل الإعلام العربية وكل الدول العربية، في خلل في التفكير الآن أنه نحن هون في نصرة. إذا كان في نصرة من روح البلد، من روح 5 ملايين بني آدم، هذا خلل بالتفكير، هذا خلل في التفكير. أنا لازم أعمل سلم أولويات. أنا أولوياتي رقم واحد هي الشعب، هي الناس، وأولويات أعدائي هو واحد، النظام الإبادي الأسدي والإيراني. الإيراني هو العدو رقم واحد. يعني قناة العربية تنحاز مع إيران، تنحاز إلى الصف اللي فيه إيران واللي فيه حزب الله، أوحش وحوش الأرض، واللي فيه الروس واللي فيه النظام الإبادي الأسدي. هذا غير معقول، هذا غير معقول يا ناس. يعني أنت يعني كصحفي خبرتك الطويلة، لا يمكن أن نقول أن هذه أخطاء ربما وقع فيها محرر معين، معد نشرة ربما، لا يمكن أن تكون أخطاء تحدث في أي مكان ما حدث في العربية؟ لو مرة، لو مرتين، لو ثلاثة، مش الحال. بس هذا شيء يومي صار. يعني أنه أهل إدلب صاروا إرهابيين. محافظة إدلب ودرع الفرات وعفرين المنطقة الوحيدة في سوريا اللي الشعب السوري فيها ليس تحت حكم النظام، وهي ما فيها سكان إدلب فقط، فيها 5 ملايين، يعني ثلث سكان سوريا، ثلث ما تبقى من سكان سوريا. سكان سوريا كانوا 23 مليون، ضل منهم 15 مليون، 8 ملايين برا سوريا. اللي 15 مليون اللي في سوريا محشور 5 مليون في إدلب وفي حلب. في إدلب وفي حلب، يعني في إدلب وفي عفرين وفي درع الفرات. أغلبهم ما هن من إدلب، أغلبهم ما هن من إدلب ولا من حلب، جايين من كل المحافظات السورية. هدول أنا ما بسأل فيهم، وبكون سعيد أنه والله إجا صاروخ بالصدفة على داعش وبالصدفة على جبهة النصرة. الروسي لا يستهدف النصرة أبدا ولا يستهدف داعش. إذا كان أخذنا الإحصاءات، الروسي آخر همه داعش وآخر همه النصرة، آخر همه، همه الأول تركيع الشعب السوري وقتل الأحرار السوريين اللي بدهم حرية. الشعب اللي بده حرية هذا هو الهدف الأول للهمج الروس وللهمج الإيرانيين وللهمج من جماعة حزب الله الشيعي اللبناني الغازي اللي هو داعش ومحتل. يعني إذا كان جبهة النصرة إرهابية وشيء سيء، فهو إرهابي ومتزمت وشيء سيء وأجنبي وشيء. يعني هو فيه مصايب أكثر من النصرة 10 مرات أكثر. سأعود إليك بعد قليل أستاذ أحمد لنكمل النقاش في هذه النقطة. أرحب بضيفي من موسكو السيد فيتسلاف ماتوزوف، المحلل السياسي الروسي، انضم إلينا حاليا عبر الهاتف من هناك. مرحبا بك معنا سيد ماتوزوف. هل سيتوقف الروس عند خان شيخون في ريف إدلب؟ وماذا عن الاتفاق مع الأتراك؟ مساء الخير. طبعا روسيا عند الموقف واضح تماما، وعبر عنه أخيرا بوتين أثناء لقائه مع رئيس فرنسا ماكرون في باريس أو في نيس. هو قال بكل الوضوح أن روسيا ملتزمة لاتفاقية سوتشي بين إردوغان وبوتين، وقال أيضا نحن ماضون حتى النهاية في هذه المعركة. هذه المعركة خان شيخون، لا في إدلب، أقصد معركة إدلب، تعتبر أنه طريق دمشق حلب لازم أن يكون مفتوحة وأمينة للنقليات. ولماذا سيطرت هناك جبهة النصرة داعش وقوى هيئة تحرير الشام؟ كل هؤلاء الذين متشددين رفضوا أي حوار سياسي، أي لقاءات حوار مع السلطة السورية. طبعا يطلبون متابعة الحرب، ولذلك رفضوا انسحاب من منطقة الأمنة كما اتفقوا مع بوتين وإردوغان، ونزع السلاح الثقيل والمتوسط كذلك، وانتظروا 11 شهرا. واليوم ليست هناك يجري حديث عن حرب. هي بنود اتفاق سوتشي الأخير، حتى النظام لم ينفذ منها، مناطق الانسحاب لم ينسحب أبدا ولا بن على أي منطقة. لا، الآن في مهمة سيطرت على خان شيخون، لأن مرتفعات خان شيخون يسيطر على طريق دمشق الحلب، ويمنع لقوة الإرهابية أن يوجهوا ضربات على الحلب أولا، على أماكن سكنية بمدفعية بصواريخ.
ومحاولات الدائمة مستمرة من قبل قوى الإرهابية أن يرسلوا الطائرات مسيرة على حتى على القاعدة الجوية الروسية حميمين. في خلاف طيب سيد ماتوزوف، في خلاف بينكم وبين الأتراك حاليا؟ لأنه في تصريحات متضاربة بين طبعا البلدين. أنا أعتبر أن خلاف واضح تماما، لأنه أتراك لحتى الآن ينظرون على ما يجري في إدلب، في مقاطعة إدلب وفي خان شيخون، هم ينظرون أن هذا وجه واحد، أن هذا معارضة سورية. روسيا لا تعتبر أن هذا معارضة سورية، هي تنظر عليها كمطرح يسيطر فيها المتشددين والإرهابيين، وهذا هو فرق. أما تركيا لا تزال تحاول أن يرسل إمدادات وعتاد لتلك القوى التي تواجه الجيش السوري العربي السوري، ولهذا السبب خلاف موجود. وأنا أكيد أن ضربة الطيران السوري في رأس الرتلة التركية 29 الشاحنة يحملون حتى الضبابات أسلحة ثقيلة، وطبعا هذا خارج أطار اتفاقية بوتين وإردوغان، وروسيا تدعم العمليات، عمليات محدودة لتحرير عن شيخون ليعطي إمكانية. هذا الرتل قصف عن عمد صح بشكل مقصود وليست المرة الأولى. طبعا من يتحمل مسؤولية القصف؟ مرة الأولى، ولكن مش مرة الأولى نحن نشاهد الخطر واستمرار الضربات من قبل القوى المتشددة. هم رفضوا وقف الإطلاق النار حتى في أيام عيد. يعني وكأنك تقول لي يا سيد ماتوزوف، بما أن تركيا غير قادرة على أن تضبط جبهة النصرة وتمنع تلك الصواريخ كما تدعون، صحيح، التي تسقط على قاعة تحميم، يحق للأسد اليوم وأن يواجه الأتراك مصيرهم في تلك المناطق وحدة بوحدة. أنا أعتبر أن هذا ما بيصير اليوم، هذا عدم إمكانية قدرة لتركيا أن يرتب الأمور حسب الاتفاق، أن تطبق كل الالتزامات مفروضة عليها في أثناء لقاء مع بوتين. طيب، وهذا نتيجة. طيب سيادة العميد، إن كان لديك أي تعقيبات على السيد ماتوزوف على ما تفضل به على رأيه، وشفتك عم بسجل كمان ملاحظات حول كلام دكتور سمير صالح، تفضل. يعني بداية على يعني كلام السيد الدكتور سمير صالح، أولا يعني نقول أن النقاط التركية تعرضت لأكثر من 6 أو 7 ضربات، ويعني تذكرت تركيا أو هددت أو أبلغت أو أنذرت، بمعنى أن في المرة القادمة سنرد، في المرة القادمة سنرد، في المرة القادمة سنرد. أقول للسيد صالح، أذكره بنهاية التسعينات كانت تركيا قوية ولكن اليوم أقوى، وسوريا في ذلك الوقت كانت ضعيفة واليوم هي أضعف، فما هو غير الحال عندما قام يعني ديمريل سليمان ديمريل أو بتهديد حافظ أسد وقال خلال نصف ساعة أكون في دمشق، فاستنجد حافظ أسد بحسني بمبارك وبكثير من قادة العالم يعني من أجل ذلك، ويعني صاغرا تخلى عن لواء اسكندرون وصاغرا تخلى عن كثير من الحقوق التي كانت ربها، وسلمهم الإرهابي عبد الله أوجلان وسلمهم ويعني أغلق معسكرات التدريب. إذا ما هو الذي غير الحال حتى تصمت تركيا، وتركيا لها الحق بأن تدخل وتدافع عن أنفسها ليس أكثر من روسيا، روسيا التي جاءت من خلف البحار، وتركيا دولة جارة وضمن اتفاق أظن لها الحق أن تدخل 5 كيلومتر على الأقل، هذا أولا. ثانيا يعني دكتور سمير للأسف عندما قال أن عملية غصن سيدون زيتون ودرع الفرات تمت بالتنسيق مع روسيا، هذا يثبت حقيقة ما أشيع كثيرا على عملية تبادل ما بين الغوطة وما بين العفرين وما بين ريف حمص وما بين الجرادس. هو قصد أنها تجارب ناجحة تسعى تركيا لأن تكررها في إدلب كلامه، يعني أي نجاح فيها عندما تم سحب 6000 عنصر من مقاتلين الجيش الحر من حلب باتجاه درع الفرات، هذا ليس نجاحا، كان انتصارا وهميا لروسيا، وبالتالي خسرنا حلب بعدما كنا يعني قد فتحنا تحرير حلب بشكل كامل. أيضا بالمناسبة يعني عندما تحدث السيد مراسلك من أو السيد المخاطب من موسكو، يعني أقول له عندما يتحدث عن النصرة، من جاء بالنصرة إلى خان شيخون أو إلى إدلب أو إلى الشمال؟ أين سيد روسيا وبشار وحزب الله وإيران؟ هم نقلوها من كل
أماكن إلى إدلب. وإيران هي أول من كلفتها بحماية كفرية والفوعة. فلماذا اليوم هي يعني العدو إيران النصرة وهم من أوجدوا هذا العدو؟ ومن ثم يعني روسيا عندما تحارب في الشمال مع حزب الله الإرهابي المعترف به دوليا في كل العالم أنه إرهابي، وميليشيات فاطميين وزينبيين، ما هم من هم هؤلاء؟ ملائكة أم هم إرهابيون أو غاد وطغاة يقاتلون وهم إرهابيون؟ هذا يدل على أن روسيا فعلا هي داعمة للإرهاب، إن لم تكن هي رأس الإرهاب في العالم. يعني عندما يتحدثون أيضا هناك أخي الكريم عندما تحدثت أنت في نقطة عن العربية، يعني لماذا إحنا نعتمد أو المحطات تعتمد هذا المسمى رامي؟ هذا يعني هو ضابط مخابرات سوري وتابع للنظام وعلوي، رامي عبد الرحمن، ويعرفون الكل جميعا. يعني من هو اعتمده؟ هي المخابرات البريطانية التي تدعمه وكثير من الدول الذي يدعمونه. لا نلوم العربية ولا نلوم غيرها طالما هكذا اعتمد وبإصرار من كل هذه الدول. وبالتالي إحنا لا يجب أن نوجه لهم لا على السعودية ولا غيرها. لكن أيضا هناك أي ملاحظة كما تحدث فيها الأحمد كامل لأنه شكله عنده كان رأي مختلف، قال لك أنه هذا مش خطأ، لم يحدث خطأ غير مقصود، هو أمر مقصود وممنهج. أحمد راح أرجع لك بعد شوي، تفضل تابع سيادة. أنا أقول نعم، بس أنا أقول كلمة واحدة، يعني للأسف إعلام الثورة، يعني للأسف إعلام الثورة لم يكن ذلك الإعلام الموحد على الأقل لتكون رسالتنا واحدة في أكثر من رسالة. الموجودين في منطقة القتال كل واحد يعطينا جواب، وهذا شيء مؤسف. ما بدي خد معك صدقني بموضوع الإعلام، يعني بعم خد معك بالأمور العسكرية بس. نعم. اليوم مش حديثنا عن إعلام الثورة هون. أنت لما بتحكي أنه في بتطب اللي بتصير وبتزمر لبشار الأسد ومحور إيران وحزب الله بقناة تدعمها السعودية بشكل كامل، وإيران معروفة عداوتها مع دول الخليج كافة، هنا ما صف موضوع لا ثورة سورية ولا إعلام ثورة، هنا شيء آخر، شيء مختلف. يا أستاذ أحمد، الجميع يعرف أن محطة أورينت هي محطة الثورة السورية. محطة الثورة السورية، فيجب أن نتابع أورينت، يجب أن نأخذ الأخبار من أورينت، يجب أن نراسل أورينت، يجب أن نتحدث عبر أورينت. مفترض يوميا من الساعة 5 صباحا حتى 5 صباحا في اليوم الثاني أخبار أورينت كلها تتعلق بالثورة السورية، وهذا ما يحصل. وبالتالي هذه القناة التي يجب أن يتابعها الشعب السوري، لا يهمنا القنوات الأخرى بقدر ما يهمنا نحن نتابع القناة الأورينت التي تأخذ تقاريرها على الأرض مباشرة من مناطق القتال. طيب ما في مشكلة، بس أنا ما خاص بسيادة العميد دكتور سمير، بيزعلوا منك بطلوا بيستضيفوك بعدين العربية. تفضل للدكتور سمير. لا أخي الكريم، العربية تحاول أن تأخذ الخبر من أنا كمحلل أو محلل أو معلق، أنا لست إعلاميا حتى أنقل الحديث من الداخل، أنا أعلق على ما يجري، فأنا لست إعلاميا، أنا محلل. لكن أنا أقول للأستاذ سمير، دكتور سمير، يا سيدي الكريم، تركيا من حقها أن تطالب بمصالحها أو تدافع عن مصالحها، لكن عندما كانت تركيا تدافع وتطالب عن مصالحها بتوافق وبمطالبة مع مصالح السوريين، كانت سوريا تركيا تحقق النجاحات. لكن عندما بدأت تطالب بحقوقها ومصالحها دون مصالح السوريين، أعتقد أخفقت في هذا المجال، وبالتالي وصلنا إلى ما وصلنا عليه الآن. واليوم هي آخر ورقة إدلب، يجب أن تتحدث تركيا بمصالحها مع مصالح الشعب السوري، وإلا للأسف شديد ستفقد كل إمكانياتها وكل أوراقها في المنطقة. وشكرا. طيب أستاذ أحمد كامل تفضل. أولا أنا بدي أقول للمخبر الروسي ماتازوف، الزراع الإعلامي للدبابات والصواريخ التي تفتك بأطفال سوريا بالأبرياء التي وصلت إلى وحشية لا مثيل لها. أنتوا دولة من الكذابين، رئيسك كذاب، وزيرك كذاب، وأنت كذاب. في تاريخ 23 من دون هاي اللهجة يا أستاذ أحمد، من دون هاي اللهجة، خلي كلامك بالفكرة بالموضوع. 23/7/2019 قال ألكسندر إيفانوف روسي من قاعدة حميميم المحتلة، الأرض السورية المحتلة اللي فيها قاعدة حميميم، وكرر ألكسندر إيفانوف من قاعدة حميميم 23/7/2019 قال نحن دخلنا إلى سوريا فقط لحماية المسيحيين في سوريا. وين في مسيحيين في إدلب يا كذاب؟ كيف بتحمي المسيحيين في إدلب؟ وين المسيحيين في إدلب؟ شو صاير على المسيحيين بإدلب؟ هل أنت داخل للقضاء على ما تسميه الإرهاب الإسلامي وانت في معك إرهاب إسلامي؟ حزب الله إرهاب إسلامي. إذا انت جاي تحارب الإرهاب الإسلامي فانت معك في صفك الإرهاب الإسلامي الأصلي، الأصلي اللي على أصوله اللي هو حزب الله وإيران، اللي هو الإرهاب الإسلامي المطلق، ما في إرهاب إسلامي أعلى من هيك. إذا انت جاي تدافع عن المسيحيين مثل ما قال جنرال روسي ألكسندر إيفانوف من حميميم 23/7/2019 من يومين، يعني ما له زمان، وكان قايل، كان قايل وزير الخارجية ب 23/3/2011
23/3/2011 قال إن سقوط نظام أسد يهدد بوصول السنة إلى السلطة في سوريا، يهدد بوصول السنة إلى السلطة في سوريا. شو صاير على المسيحيين بإدلب وشو صاير على المسيحيين بسوريا؟ وصار في مؤتمر لمسيحيين سوريين وقالوا لك لا تحكي باسمنا ونحن ما صاير علينا شيء، روح اكذب لك غير هالكذبة، لاقي كذبة أخرى. فإذا إذا أنت جاي ضد الإرهاب الإسلامي أنت كذاب، لأنه معك الإرهاب الإسلامي الأصلي. إذا مثل ما عم بيقول الجنرال الروسي المجرم هذا أنه نحن جايين لحماية المسيحيين، ما صاير على المسيحيين شيء في إدلب ولا بسوريا، بالعكس صاير عليهم شيء من النظام السوري. المسيحيين السوريين كانوا في عام 1970 لما إجا حافظ الأسد للسلطة كانوا 13% من الشعب السوري، اليوم هن 4% من الشعب السوري بسبب نظام بشار الأسد وحافظ الأسد. هو اللي أضع على الوجود المسيحي في سوريا إلى درجة الآن تقريبا ما في وجود مسيحي إلا شيء رمزي، أقل من 4% من السوريين. طيب مش موضوعنا هذا يا أستاذ أحمد، بينما كانوا 13%. يعني كلام وهم هذا ووجهة نظر. أنا عم بقول لك هذا عم يكذب. طيب. ليش؟ هذا تصريح حديث، وهو هلأ قال نحن دخلنا لإدلب لأنه الأتراك ما قادرين على القيام بالدور وهو مكافحة الإرهاب. أنت أكثر من الإرهاب، أنت محتل أجنبي، أنت أكثر من إرهابي، أنت ارتكبت كل جرائم. طيب هي في سوريا وفي إدلب. طيب بالشق الأعلامي أنا بدي استغل وجودك معنا بحكمك إعلامي يا أستاذ أحمد أصلاً. أي. بدي بس بدي خبرتك شوي استفيد منها بهي الحلقة. قال لك قبل شوي سيادة العميد كتعقيب، يعني مش تحليل لأنه مش اختصاصه، هو شخص عسكري، قال لك بالخطأ ليس على قناة العربية أو وسائل الإعلام تنقل عن المرصد السوري لحقوق الإنسان اللي مديره رامي عبد الرحمن هو اللي نشر الخبر وهن أخذوا عنه، وبالتالي يعني نسف نظريتك بالكلام قبل شوي. لا هذا موقف ثابت هوس بشيء اسمه مكافحة الإرهاب، مثل ما عمل ماتازوف المخبر الروسي. بس يقول إرهاب نحن لازم نسكت ويصير كل شيء مباح والبلد كله بيصير مباح، لا، والعربية ماشي على نفس المبدأ. في إرهابيين إسلاميين خلص بتسكت. داعش، من أجل مكافحة داعش قبل أشهر قرب دير الزور قتل 5000 مدني سوري، وقال لك ضرورات الحرب على الإرهاب تقتضي ذلك. بيروح 5000 مدني، ما حدا بيجيب صورتهم، ما حدا بيحكي عنهم، ما حدا بيجيب سيرتهم. هون الغلط الأساسي اللي وقعوا فيه كل العالم. وأنا لا أفترض دائما حسن النية، راح أفترض أنه العربية بحسن نية. لازم تتغير يا قناة العربية، هذا غلط جسيم، هذا غلط جسيم، أنه والله تحت مسمى مكافحة الإرهاب تستباح الأوطان وتستباح الشعوب. هذا شيء خطير جدا، وبتخليك بالنهاية تصيري مع إيران. أنت الآن صرتي مع إيران ومع حزب الله تحت هذه اللي هي العدو الأول حاليا لدول الخليج، تحت هذا الغطاء، العدو الوجودي العدو الوجودي، واللي راح يدخل السعودية قريبا حزب الله وإيران. والله سوف يدخلون السعودية، لا سمح الله، والله لا سمح الله، والله يا زلمة تفاول خير يا زلمة، لا سمح الله، عم تفاول عليهم هلا. ولكن إذا استمر الرد على إيران بهذه الطريقة الضعيفة والله سيدخلون السعودية. طيب سيد ماتازوف، ردوا عليهم ماشي. ونحن عم نرد عليهم. طيب سيد ماتازوف، بالفعل يعني كيف تتحدث دائما روسيا بمنطق أنها تحارب الإرهاب وأن إدلب كلها جبهة النصرة، وبذات الوقت اليوم على محور سكيك في اللطامنة في خان شيخون في كل المعارك التي تجري، حزب الله اللبناني المصنف إرهابيا عالميا، فاطميون وزينبيون وميليشيات إيرانية هي أيضا ميليشيات راديكالية متطرفة تستعين بها روسيا على مرأى من الجميع في المعارك على الأرض، وروسيا طبعا بالطيران. كيف لنا أن نفهم هذه المفارقة من وجهة نظرك أنت؟ تفسيره لكلام الجنرال اللي قال نحن دخلنا لحماية المسيحيين فقط، هيك قال إيه؟ ألكسندر إيفانوف من حليمين 23/7/2019. شو تفسيره أحمد؟ ما في مشكلة، خلي رد على سؤالي جنرال. تفضل سيدنا. حميميم ليست لديهم حق، هم يحاربون ولا عندهم دور إعلامي. أنا أعتمد على مصادر وزارة الدفاع الروسية الرسمية، كريملين ووزارة الخارجية، هذا هو وسائل الإعلام. أما في حميميم هناك الجنود،
ليس هناك الناطق الرسمي أولا. شيء آخر، أي وزير الخارجية في 23/1/2011 نؤيد مسيحيين، أنا نؤيد السنة أو شيعة وعلويين، هذا غلطة. أنا أتابع الأحداث من على بس فعلا ب 2011 ألم يصرح سيرجي لافروف وزير الخارجية الثورة العربية وزير الخارجية رد على هالنقطة لو سمحت سيد ماتوزوف، ألم يصرح في 2011 ويعرب عن مخاوف بلاده سيد سيرجي لافروف من وصول السنة في حال فادت الثورة وأسقط نظام الأسد سقوط النظام؟ أبدا هذا كذب، هذا تصريح لسيرجي لافروف مش من عندي ولا من عند الأستاذ أحمد كامل، النوع الذي قال هو هذا الكلام حقيقي 100% موظف البسيط. أثناء الوفد زيارة وفد لدمشق أحد غير مسؤولين قال هذا الكلام لافروف أبدا وإطلاقا ما ولا مرة ما تناول الموضوع خلافات الطائفية. طيب ما في مشكلة، سألتك بس سؤال مهم كمان، سؤال مهم. الجيش الروسي جبهة إلى سوريا ثواني لدعم السلطة السورية. اليوم في فصائل ليست الإرهاب الإرهاب يمكن ربما توافقني، يعني بدنا نهدي شوي من لهجة الحديث. الإرهاب ما كانت توافق على أن الإرهاب لا دين له. أنا أرفض أكذب كل الأقوال من هذا النوع. سيد ماتوزوف هل توافقني فكرة أن الإرهاب هذا حصل؟ أنت اللي كذب، أنت اللي كل كلامك كذب أستاذ أحمد، أنت كل كلامك كذب، تركز في كل كلامك كذب نتيجة من الألف إلى الياء صفقات واتفاقات بين تركيا وروسيا وإيران. بس أنا سألتك عن موضوع جبهة النصرة اليوم اللي عم بتحاربها على أساس صحيح. على أساس عم بتحاربها روسيا 100,000 إرهابي. إيه بس كيف بنفس الوقت روسيا تستعين بفصائل ميليشيات ذات توجه متطرف متشدد راديكالي على الأرض؟ هناك قطع العسكرية التابعة للجيش العربي السوري وماذا عن حزب الله؟ فاطميون زينبيون وعشرات الفصائل تقاتل اليوم في ريف حما وإدلب. مع الاقتراح أستنى اجتماع القوة المعارضة في سوتشي، قوة معارضة سورية اجتمعوا في سوتشي. أين كانت هناك؟ هناك كان جيش سوري حر وكل المنظمات المعارضة بغض النظر من موقعها من السلطة. هذا هو كان دور روسيا، ولكن هناك الناس اللي حتى الآن لا يفهمون على المعركة العسكرية انتهت. النقطة الأساسية الأخيرة هي إدلب. لازم أن يرجعوا على طاولة المفاوضات ويتفاوضوا مع طرف سوري أبداً. آخر هناك طرفين معارضة والموالي، لماذا يرفضون ويطلبون منا أن يرفضوا طرف واحد؟ أنا بقول لك شو رح نعمل يا مجرم. خلي كمل. أنا بقول لك شو رح نعمل. خلي كمل. أنا بقول لك شو رح نعمل. لا ما بده يجيبني على طاولة المفاوضات. بدي أطردك مثل ما طردت كل المحتلين الأجانب. أولاً. مثل ما طردت من أفغانستان. تذكر أفغانستان. بالقوة بدي أطردك. وجود بالقوة بالقانون الدولي بدي أطردك. يعتمد على شرعية دولية. بدك تطرد بالقوة ما رح نجلس على طاولة المفاوضات. وين القوانين الدولية يسمحوا؟ أبداً كذاب. صار لازم نهدي شوي. طيب سيد ماتوزوف. أبداً كذاب أنت. سيد ماتوزوف. هذا تداخل غير شرعي. طيب. ما في مشكلة. بدأ توجه للصدون. للدكتور سمير صالح. رح تبتدي المعركة في خان شكون. ولن يشجعونا الأكراد لينشأ الدولة سكوت. الكردية سكوت. على أراضي سورية. نحن بنقاش يا أستاذ أحمد، نحن بنقاش. عم تطرح وجهات نظرك وتحليلك. بتستعمل هاي الأشياء. بسبب واحد. في زحمة السكاني. طيب. ولا شك للجيش أن يدخل المدينة. طيب. وضحت بس لضيق الوقت سيد ماتوزوف ما في مشكلة لضيق الوقت عندي ضيف كمان بده يشارك معنا يا جماعة. دكتور سمير صالح لو سمحت يا أستاذ أحمد، دكتور سمير صالح أتوجه إليك بالسؤال. كذاب وبدك تتحاور معه؟ طيب ما في مشكلة أستاذ أحمد، بس أعطي وقت للضيف لك كمان باسطنبول دكتور سمير صالحة. دكتور سمير سامحنا شوي إذا طولنا عليك. اليوم البوصلة التركية في إدلب إلى أين تتجه؟ نعم، يعني في عندي أكثر من ملاحظة سجلتها على ضوء النقاش، بدي اختصر جدا سأجيب على السؤال طبعا. بحق يعني أنا دائما
أتفق مع سيادة العميد في الرياض أنه يعني السياسة التركية في التعامل مع الملف السوري دائما كان فيها مشاكل. ربما أنقرة تأخرت في التحرك في موضوع عام 2011-2012 طريقة التعامل والتحليل والمتابعة. نعم هذه مسألة نحن دائما ننتقدها في موقفنا وكتاباتنا، لكن علينا أيضا أن نقبل حقيقة أنه في لاعب روسي أساسي اليوم على الأرض في التعامل مع الملف السوري. وأنقرة قررت عندما قررت التحرك باتجاه التفاوض مع موسكو كان في إلى جانبها قوات المعارضة السورية من أكثر من طرف، أكثر من جناح، أكثر من جهة. هذه أيضا حقيقة موجودة على الأرض، يعني تفاهمات الأستانة سوتشي، تفاهمات الدخول إلى درع الفرات غصن الزيتون، كلها برأيي تمت بالتنسيق مع فصائل المعارضة السورية وفي إطار تفاهمات تركية مع هذه الفصائل. لن أطيل أكثر من ذلك، عندك سؤال مهم وعندي بعض الملاحظات الآن. في لوين رايحين؟ يعني الآن السيناريو ليس فقط مسألة ما يجري الآن على الأرض ميدانيا في خان شيخون، غدا أو بعد غد إذا ما قال لنا النظام كما يقول دائما أنه سيمضي وراء هذا التصعيد العسكري، وإذا ما ذهبت موسكو تحت شعار بين مزدوجين الحرب على الإرهاب في توسيع رقعة المعارك حتى ربما غصن الزيتون ودرع الفرات نفسها، ما الذي سنقوله نحن في أنقرة؟ هذه النقطة الآن ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار. يعني مسألة الرفعات التي علقلتها روسيا أنا رأيي الشخصي لن تتردد إطلاقا باتجاه فتح الطريق أمام النظام بأي اتجاه إذا ما شعرت أنه في تركيا تذهب بمنحة تحالفات جديدة في الملف السوري. الآن وزير الخارجية التركي اليوم كما تبعت أنت أيضا قال نقطتين أساسيتين، لن نغادر مناطق أبراج المراقبة برأيي بعد الآن أمام كل هذا التصعيد، بقاء أو عدم البقاء لا يكفي، تحتاج أنقرة إلى مراجعة سياستها في سوتشي في الأستانة بأسرع ما يكون على ضوء التحرك الميداني الحالي الموجود. نقطة أهم من كل ذلك، وزير الخارجية التركي قال أيضا أنه على النظام أن لا يتلاعب بالنار. النظام يتلاعب بالنار أصلا، يعني عندما يستهدف الرتل التركية، عندما يهدد أبراج المراقبة، يفتح هذه الجبهات ضد المدنيين بهذا الشكل الواسع، يتحدى مصالح تركيا في علاقاتها مع روسيا. أكثر من رسالة يوجهها النظام إلى أنقرة، الرسالة هي ليست رسالة النظام، الرسالة هي رسالة موسكو مباشرة إلى أنقرة. لذلك أنا أقول لك مرة أخرى أنه على ضوء ما يجري برأيي على أنقرة، وأظن أنه أنقرة ستذهب بهذا المنحة مراجعة سياستها السورية الحالية. قد لا تنسف علاقاتها مع موسكو، لكن ستطالب بعد الآن بتحرك في إطار جديد بأسلوب جديد ولغة جديدة، لأنه في عنا شعور أنه النظام وموسكو يريدان أن يفجران الوضع تماما لصالحهما، يقلبان المعادلة على الأرض لصالحهما مستفيدا من الحالة الأمنية السياسية العسكرية على الأرض. طيب دكتور سمير، في نقطة أيضا بتصريحات وزير الخارجية التركي لم أفهمها، عندما وجه اللوم إلى العرب بما يحصل في إدلب، كيف يعني؟ فيك تشرح لنا هاي؟ يعني في حقيقة أنه في عواصم عربية الآن بشكل أو بآخر تنسق مع النظام، هذه مسألة معروفة، في عواصم عربية تصر على الوقوف على الحياة. مين يعني لو سمي ما في مشكلة، ما عندك مشكلة دكتور سمير، سمي. لا مش المشكلة هي التسميات، المشكلة هي أنه هل هذه العواصم جادة في دعم الثورة السورية؟ تبعناها أنا وأنت منذ عام 2011 كيف تحركت على الأرض وكيف تعاملت مع الملف السوري. أعطيك مثال بسيط لن أدخل في تسميات، فقط الموقف المصري الذي يحضرني الآن، يعني كيف ذهبت أجهزة المخابرات المصرية أكثر من مرة إلى دمشق، دمشق ذهبت إلى القاهرة وكان في تنسيق بشكل أو بآخر. ما هي الخدمات التي قدمتها مصر مثلا لسوريا؟ نعم مع النظام تنسق، أين التنسيق مع المعارضة؟ ما هو حجم التنسيق بين القاهرة وبين مجموعات البي واي دي، مجموعات قوات سوريا الديمقراطية؟ حتى أنقرة يا دكتور سمير ربما يقول لك أحدهم في القاهرة، حتى أجهزة الاستخبارات التركية تنسق مع النظام يعني؟ لا المسألة الآن عندنا أرقام، عندنا تواريخ، عندنا معطيات موجودة. يعني أنت سألتني عن العواصم العربية وأنا أخترت فقط أن أحدثك عن الموقف المصري. لذلك أظن نعم يعني لا يمكن تبرير التقاعس العربي أو رمي الكرة في الساحة العربية، لأنه تركيا الآن في قلب المشهد السوري. لذلك يعني أنا أترك موضوع العواصم العربية جانبا. طيب. أظن أنه التركيز على
مسار العلاقات التركية الروسية في المرحلة المقبلة على أنه ما الذي تبحث عنه روسيا بعد الآن. طيب. هل يعني لا أظن المسألة هي مسألة شرق الفرات تفاهمات تركية أمريكية. روسيا عندها حسابات جديدة تريد أن تنفذها على الأرض، علينا في تركيا أيضا أن نأخذ هذا المسار الجديد بعين الاعتبار. سيادة العميد أختم معك بالدقيقة أو دقيقتين الأخيرتين، تفضل. بداية محبتي للأستاذ أحمد كامل صديقي العزيز، أقول له السعودية كانت وستبقى عصية على الجميع، لأننا كما دافعنا عن سوريا سندافع جميعا عن السعودية، لأنها رمز عروبتنا ورمز إسلامنا ديننا، وبالتالي لن تدخل لا إيران ولا غير إيران يعني. لكن ملاحظات للدكتور سمير، يعني إذا استمرنا هيك رح يدخلوا عن التفاهم، لن يدخلوا يا أستاذ أحمد. التفاهمات التي تحدث عن دكتور سمير بأسيتانا وسوتشي كان من المفترض إيران. الأخوة الأتراك عندما 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 ظهرت بداية الخيانة من الروس ومن الإيرانيين، كان من المفترض تركيا أن تعلن سقوط أسيتانا وسقوط. يكفي أن نقول أن اتفاق أسيتانا كان خارج إطار الأمم المتحدة، نقلت القضية السورية من الأمم المتحدة إلى هناك. الملاحظة الثانية، للأسف أقول يعني كل الخلافات الإقليمية بين الدول خاصة أصدقاء الشعب السوري، للأسف كل الخلافات انعكست سلبا على ثورتنا السورية، فنحن دفعنا ثمن كل هذه الخلافات، ولا أريد أن أتحدث عن كل الخلافات. أيضا أخوتي يعني أستاذ أحمد، يعني أقول حقيقة أن روسيا أمام كل العالم تحدثت عن ما يسمى القتال المقدس أو الجهاد المقدس في سوريا كما تتحدث إيران وحزب الله. لم ينتبه أحد إلا ما يقال أن الجهاد المقدس نحن فقط الذين يعني مربوط فينا الجهاد المقدس. أما روسيا أم تأتي من 5000 كيلومتر وتقتل أهلنا وجهاد مقدس من هذا الكنيسة تبع الكنيسة تبع أرشوسم الخوري، يعني هذا شيء يعني العالم للأسف لا يرى. كذلك أيضا محطات الإعلام العربية ولا غيرها لم يروا. أنا اليوم أنا كنت على أحد المحطات قلت لهم أنتم ترون القتال في إدلب أن النظام والنصرة، لم تقولوا أن هناك روسيا وحزب الله والميليشيات وتقولوا أن هناك الثوار، في عندنا 60,000 من القوات الجيش الحر يقاتل. لماذا دائما العالم يرى النصرة؟ علينا إذن أن ندقق بالإعلاميين والمراصد التي توصل الخبر لهذه المحطات. وأيضا أقول في النهاية يا أستاذ أحمد، أذكر الجميع أن النظام سيفشل وسيسقط، وكل داعمي، وأذكر الجميع بما حصل لبشير أو حصل لرئيس الجزائر أو ما يحصل حاليا بروسيا من حرائق وانفجارات نووية، وأقول أن الله لا تظنوا أن الله غافل عما يفعل الظالمون، والله الجميع سيسقط، لكل من وقف ضد الشعب السوري ولكل من أساء للشعب السوري داخل سوريا وخارج سوريا. وهذه بشرى الجميع وسيسقط النظام. وبالمناسبة أستاذ أحمد، هناك حاليا تجري مباحثات خلف الكواليس تقودها أمريكا أيضا، ربما لوضع حل في سوريا بعيد عن كل هذه المتاهات التي تحصل حاليا. شكرا لك ولمشاركتك معنا سيادة العميد أحمد أسعد الزعبي، عفوا، المحلل العسكري والاستراتيجي، ضيفي من الرياض. شكرا للسيد فيتسلاف ماتوزوف المحلل السياسي الروسي، ضيفي من العاصمة موسكو. شكرا للأستاذ أحمد كامل الكاتب الصحفي من إسطنبول. شكرا للدكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي التركي من إسطنبول. شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، غدا حلقة جديدة إن شاء الله وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.